يتواصل الحراك الاحتجاجي للعراقيين من حاملي الشهادات الجامعية المطالبين بفرص العمل وتوظيفهم في الدوائر الحكومية في بغداد وواسط والقادسية والنجف والبصرة وميسان وكربلاء وبابل والتأميم وغيرها. حراك واجهته السلطات الحكومية ولا تزال بالقوة، فذهبت أحيانا للضرب ولجأت في أخرى للقنابل الصوتية والغازية. وترفع في احتجاجات وتظاهرات الخريجين شعارات منها التعيين حقنا والمباشرة مطلبنا وغيرها، ولكن لم يحدث خلال الأعوام الخمسة الماضية أن توجهت الحكومة إلى استقطاب أي شريحة منهم بسبب تضخم أعداد الموظفين الذي تعاني منه مؤسسات الدولة جراء حملات التعيين التي أقدمت عليها الحكومات السابقة وبنهج حزبي وطائفي. خريجين 24 سنة المحتجون يقولون أن الأحزاب المتنفذة والميليشيات والسياسيين يسيطرون على فرص العمل والتعيينات في الدولة، وإن معظم الأحزاب تقوم بتعيين المقربين منها والعاملين في كوادرها حتى في أوقات إعلان الحكومات عن عدم وجود الدرجات الوظيفية، وهذا استغفال لحقوق العراقيين. وينظم خريجو الكليات والجامعات وقفات احتجاجية بشكل متكرر للمطالبة بفرص العمل والتوظيف اعتمادا على الكفاءة ووقف المحاصصة الحزبية في تقاسم الوظائف وتعديل بعض القوانين الخاصة بالتعيينات الحكومية والتقاعد. لكن حراكهم الاحتجاجي سواء على مستوى حملة شهادة البكالوريوس أو الشهادات العليا في معظم محافظات البلاد لم يحقق أي من أهدافه حتى اليوم، رغم الوعود الحكومية المتكررة بمعالجة أزمة التعيين. ولا يعرف العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل سواء من خريجي الجامعات أو حملة الماجستير والدكتوراه في العراق، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد تجاوز المليون، وهذا ما أكدته إحصائيات للأمم المتحدة قالت إن أكثر من 45 ألف شخص يتخرجون سنويا في الجامعات والمعاهد في العراق، وإنه في سنة 2019 وحدها كان هنالك نحو 50 ألف خريج تم تعيينه نحو 2000 فقط منهم.